ناخذ واحد لي باطوني كيجيو زوينين. واخا كناخذوا 75 غرام ديال الزبده العاديه، ديما العاديه، ديما نذكروا العاديه لان كيكون فيها النسبه ديال الحليب وكتكون خيمي، نسمه زوينه. نعم نعم، ماشي بحال النباتيه اللي ما فيها حتى فائده ولا بنه، كتولي بحال غامله فعلا. 8 ديال الفرماجات من 30، 8 ديال الفرماجات من 30، كاين هذاك الفرماج منسم بالزيتون، اي موجود، اصفر بيضه، اصفر بيضه مليحه مليحه، واحد الحك ديال الياغورت كيتباع صغير مسوس، صغير كيدير الاشار ديال داك الوليد اللي كيدير ديالو. احنا ولينا محرومين ما نهضروش السياسه. نعم، في البيض والبلوسيان. نعم، نص خماره، نص خماره، واحد الكميه ديال الفرماج غنقطعوه طويل ورقيق، واخا غنخلطوا هادشي كلشي. نعم، العجينه الفرماج هو قطعناه، غنطلقوا العجينه غنديروا بحال شكل المقروط. نعم، غنقطع بالموس من هنا ومن هنا ونديروا الحفيره في الوسط ونخشيو الفرماج قد الوقيده. نعم، باش نشرح للسيدات، وغادي يتبرم عليه وتمرمدي في بيض البيض حتى هو شويه يبرد، ماشي في المجمد بالضروري، غير في الثلاجه، والزنجلان يكون بيض، والزنجلان يكون بيض. اه كيجيو زوينين، دابا انا كنشوف التصاور ديالهم يعني كيجي زوين وما كاينش كاع في السوق. نعم، يا سلام، تبارك الله عليك لاله فاطمه. ما عندي ما نقول نزيدك شي حاجه.